كما كيعرف الجميع بعد الإقالة ديال السي بوشيخة فكل شيء تخلى على الفريق، فانا ما نقدرش نتخلى على الفريق واخا هي مسؤوليه صعيبه في هذه الظرفيه هذه، ولكن انا رجل ديال التحدي كيعجبني نتحدى وما نقدرش نسمح في الفرقه ديالي في الظروف هذه. كنا محتاجين للنتيجه هذه والحمد لله ربي وفقنا، والمجهودات ديال اللاعبين اللي كنشكرهم بزاف والمسؤولين حتى هما اللي عطوني هذه الفرصه، والحمد لله استطعنا باش نكون عند حسن الظن حتى الجمهور ديالنا الحمد لله. وسي امين راه بن هاشم راه الصديق ديالي، واش غادي نقول لك؟ الحمد لله على النتيجه وصافي. حال الجمهور بعد النكسه ديال الاقصاء فضروري كان، وخصوصا ان اليوم الاربعاء فالناس كتشتغل والظرفيه ديال، وكان الرياح قويه هنايا في مدينه طنجه، والحمد لله حنا الجمهور ديما واخا ما يكونش معنا في الملعب فديما حاضر وفاعل على شاشه التلفازه، وان شاء الله غادي يرجع الجمهور ديالنا ان شاء الله.